بقدس وعم بعرف مهندس زراعي. انا دورات بالضبط اللي هي دورات 14 سنه تبع قوه الاداره المركزيه للتشغيل اللي تابع لان اللي هي في مدرسه الزراعه. بعدين احنا دورات بالناشب سادة المسؤولين سادة المحافظ نشوف الموضوع اللي نحل كذا مره من جنانه وسادة المحافظ يحل الموضوع بتاعنا ده. ووعدنا الرئيس يعني سادة المحافظ يحل هذا الموضوع. فاحنا تفاجئنا بان في جواب درجات موجوده حاليا في المديريه مديريه الزراعه ب 143 درجه موجوده بالفعل. وخطبنا الاستاذ محمود المتبري مدير شؤون العاملين قال بالفعل درجات. احنا بنناشد الموضوع دوا يحل لنا الموضوع دوا ما تنزلش مسابقه عامه ويخلونا احنا نخلينا احنا الاولى. حرام احنا من احنا المشروع بتاعنا مشروع من 93 لحد دلوقتي ناس ليها اكثر من 15 و 17 سنه شغال في مهنه الصرف الصحي ومرتبات متدنيه جدا مرتب ما يتجاوزش 300 جنيه ما يفتحش بيه. فحرم ان احنا سياده النظر سياده التنسيق بين سياده المحافظ مع الاستاذ مرزوق مدير التنظيم ومع الاستاذ الدكتور محسن يا ريت الدرجات دي سياده المحافظ يا ريت يتبناها ويخلينا احنا الاولويه في التعيينات.